وانا اعمل ايه بس يا استاذ نياسي؟ ما هو غصب عني يا راجل. ده انا امبارح جيت اتوضى واصلي الفجر انا ومراتي، حاضر ما لقيناش نقطه ميه واحده نتوضى بيها، اتيممنا. وهنفضل على الحال ده لامتى يا استاذ عمر؟ الميه مقطوعه من امبارح وانا والسكان بنشد في شعرنا، ما احناش عارفين هنعمل ايه. ما تقلقش ان شاء الله شويه هتيجي. ما هي لو قطع عمومي ماشي، لكن المشكله انها قطع عندنا بس، والمصيبه ان احنا مش عارفين لها سبب. بصراحه هي اول مره تعمل كده. على العموم لو ما جاتش لغايه بالليل انا هتصرف. ماشي لما نشوف اخرتها. سلام. ماما انا اتخنقت، انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. طب والحل؟ ده انا حالي واقف، لا عارفه اتوضى ولا اصلي ولا عارفه اطبخ ولا اغسل مواعين ولا اعمل اي حاجه. والله يا ماما عندك حق، موضوع المايه ده بقى حاجه تقرف. طب انا عندي حل. قول يا حبيبي الحقني. نروح نقعد عند اختي ايمان شويه لغايه ما المايه تيجي. ايمان فيها اللي مكفيها، هي ناقصه. يا طنط احنا كمان ما نعرفش المايه دي ممكن تيجي امتى. صح، لولا حبيبتي عندها حق مفيش حل غير ده. ماما ها قلتي ايه؟ امر لله، هكلمها واشوف. تعالى يا حسام. شو عندما تزعليش مني لو كنت اتعصبت عليك؟ انا لا يمكن ازعل منك مهما حصل. الواد وحشني قوي، كل ما اسال عليه ماما تقول لي يا نايم يا في الحضانه. هو فعلا نام مني في العربيه واحنا راجعين من الحضانه. طب بتوديه حضانه ليه؟ بتخليه قاعد معانا. هو انا فاضي يا حسام؟ يا ستي انا فاضي موريش حاجه. لا طبعا ما ينفعش، حتى ماما خلاص مش حمل انها تربي طفل تاني من اول وجديد. عندك حق. ساهر بيسال عليكي؟ اه بيكلمني عايز يتفاهم معايا، بس انا بقى اللي رافضه اي تفاهم. شاهين ده استهدي بالله وعالي، انتوا بينكم طفل؟ والله يا حسام ساهر ده اكتر انسان انا حبيته في الدنيا، بس طلع ما يستاهلش. وانا بقى خلاص عايزه اربي ابني وبس، ومستعده اعمل اي حاجه في الدنيا عشان خاطره. انا بس نفسي تسمعي يا حسام. لو سمحت اجل الكلام في الموضوع ده لوقت تاني، لان انا لازم ارجع المكتب. انت عندك شغل؟ اه انا اسف، انا اسف ما اعرفش والله ان عندك شغل، سوري لو عطلتك يعني. طيب هنزل اقعد تحت واخش اقعد في اوضتي. اتفضلي يا ست حكمة، اتفضلي. خطوة عزيزة يا ست حكمة. وحدات؟ ايوه. اتفضلي يا ست الناس، اتفضلي. بيت مين ده يا طارق؟ كل شيء بأوانه يا ست الناس، ما تستعجليش، اتفضلي. دياب 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 دياب، مش مصدق عيني. صدقي صدقي انا عايش، مش موت. انا في حلم ولا في حلم؟ احمدك يا رب احمدك يا رب. اجدي يا طاهر حسابك معايا بعدين. وانا ذنبي ايه بس يا ست حكمت؟ اني عبد المأمور. اطلع انت برا دلوقتي، ولما عاوزكم هندهلكم. تعوزني؟ تعوزني ازاي يعني يا سيدي؟ ده انت هتبقى مش طايق تبص في خلقتنا. يلا يا وهدان بلاش تباتي، يلا يلا. اختار عليك يا سيدي اكده. كان لازم اقول لك ايش؟ عشان كل حاجه تبان بحقه حقي. حركت لي قلبي يا سيدي. سلامة قلبك يا غالية، طمنيني عليكي وعلى ولدي منصور. دلوقتي أنا بخير، لكن حزنت على ولدي لما فكرته تيت. حقك عليا حكمة، في حاجة لازم تعرفيها وما فيش وقت نضيعه. خير يا سيدي؟ أنا لي فلوس برا مصر ومحدش هيقدر يجيبها غيرك. برا مصر؟ بس أنا ما فهمش في الشغلانة دي. اطمني، المحامي حيقول لك على كل حاجه اللي هنا واللي هناك. ايوه بس انا ما عنديش جواز سفر وما بعرفش اتكلم لغات. حيكون عندك جواز سفر بظرف يومين، وموضوع اللغات ده ما تقلقيش منه خالص، المحامي اللي هناك من اصل عربي. لازم انا اللي اقوم بالمهمه دي؟ انا هبقى لوحدي وما اعرفش حد. هبعت طاهر معاكي ياخد بحسك هناك.
بعدين انا ما اقدرش اعتمد اي حد على مالنا ومال عيالنا، ده كل اللي نحتكم عليه في الدنيا. وفي حاجه تاني. ايه تاني؟ عاوزك تطلعي لي شهاده وفاه وتمشي لي في اجراءات الورث عشان ما حدش يشك فينا خالص. بعد الشر عليك يا سيدي. حكمت، المبلغ كبير قوي، دول 50 مليون دولار. ازيك يا فؤاد بيه؟ ازيك يا مدام جيهان؟ انا هستناك في العربية يا فؤاد. بتعمل ايه يا حسام؟ تسمح لي اقعد؟ لا ما اسمحش. طب تسمح لي اوضح لك؟ احنا هنا مش في المحكمة عشان توضح لي حاجة. طب يا فؤاد بيه، بحكم العشرة اللي بيننا والعيش والملح، انا واقع في عرضك ومحتاج شغل، اي شغل. امسك لك الامن، كاشير، حسابات. حسابات؟ عاوزنا نسلم القط ومفتاح القرار؟ اسف يا حسام، احنا هنا مكان محترم وبيجي لنا زباين محترمين. قصد حضرتك ايه؟ انت فاهم قصدي كويس قوي. اتفضل مع السلامه، ويا ريت تمسح نمرتي من عندك. حسام باشا، انا اسف، انا سمعت كلامكم غصب عني. ولا يهمك ولا يهمك يا ابراهيم. مش ممكن اساعد حضرتك باي حاجه؟ ممكن. امورنا فين؟ ادعي لي يا ابراهيم، ادعي لي في رجلي. ربنا معاك يا فندم. اصيل يا ابني. ابراهيم روح شوفك لاي شغل. بعد اذنك. مش الشغل بس اللي رافضني يا بابا، الدنيا كلها رافضاني، كل الناس زي ما اكون جربه. اول ما ادخل حته الناس تتفرق من حوالي، اصحابي، معارفي، مستغربوا ان الناس دي عارفاني ومعشراني، بس فجاه ولا كانهم يعرفوني ولا يعشروني. خالي النهارده رحت لواحد حبيبي، او يعني المفروض انه كان حبيبي، قلت اقصده في شغلانه كده تمشي الحال يعني. خالي يرد علي يقول لي ايه اللي جابك؟ ويختم كلامه بايه؟ امسح نمرتي من على تليفونك وما تتكلمش هنا تاني ولا تعتب. والله ماما كنت باجي داخل عليه كان بيقوم يقف. معلش يا ابني، احنا بزمن العجايب، البلاوي ما بتجيش غير من اقرب القريبين لينا. الناس خلاص ما عادش عندها ثقه في حد. صالح يا ماما ان انا بقيت عالي على الدنيا، عالي على كل الناس، حتى عليك انت ومحمد وشام. مش هنضحك على بعض، صدقني ساعات ببص لنفسي في المرايه بحس اني عالة على نفسي. ما تقولش كده يا حسام، ما توجعش قلبي اكتر ما هو موجوع يا ابني. دي الحقيقة يا امي، دي الحقيقة. ده انا مقهور قهرة، والله يا ماما مقهور قهرة، صبر عليا نفسي قوي. مدي امانه في ايديك، خلي بالك مني، ما تسيبهاش لحظه واحده. ما توصلنيش يا سيدي، الست حكمت دي امانه في رقبتي. المحامي حيكون في المطار، هو اللي حيدلك على طريق البنك، ولما تستلم الباسبور هتهولي عشان اعمل لك فيزا. يا سلام عليك يا سيدي الناس، اهو كده، هو ده الشغل ولا بلاش؟ بالاذن. انت ليه يا سيدي ما خلتنيش اسافر بلاد بره مع عم منصور بدل طاهر؟ طاهر اللي غريب عنينا، ولا انت مش مأمن لي عاد؟ عيب عليك يا وهدان، عيب عليك، ده انت دراع اليمين.
وبعدين طاهر رايح مع ستك حكمة خيال مآتي. أنا بحاجتك هنا، أنا حفتح شركة وعاوزك تكون شريك معايا فيه. أنا؟ شريكك؟ وهدان، أنا مين دلوقتي؟ سيدي دياب؟ لا، دياب أبو محمود المستثمر الجنوب أفريقي، يعني إذا عاوز أعمل أي حاجة هنا لازم اللي يكون معايا شريك مصري، ده القانون هنا. يا حلوة يا ولاد، سيدي دياب أنا هبقى صاحب شركة ورئيس مجلس إدارة كمان. لا، ما دام الحكاية دي خلي طاهر يسافر، يسافر، ده أنا هبقى رئيس مجلس إدارة. إيه رأيك يا رئيس مجلس الإدارة تروح تعملوا لنا كاسين؟ رئيس مجلس إدارة وأعمل كاسين؟ ده أنا هعمل ستة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.